اللقطه اهي يا كابتن، اللقطه اهي. كان كابتن مرعي ساعتها، معلش يا جماعه اردوهولنا احنا بس نشوفها بس. يمكن كابتن مرعي كان قاعد، ايوه ابص يعني تحس لحظات مستر اجوستي بوش، بس مهنا شويه يا جماعه. مستر اجوستي بوش تحس فيه يعني نظره، يعني نظره دايما بنشوفها في الاوقات. نفس الكلام كابتن احمد مرعي واحمد الجرحي، احمد الجرحي برضو. لا بس لا بس يعني يا كابتن، لا يعني بص اللحظه دي بتبقى ليها تاثير نفسي شديد، يعني ده نتيجه تفاعل. يعني بص كابتن احمد مرعي بيفكر انا هعمل ايه، نزع ركبه بيبص لارض الملعب هعمل ايه اللي جاي. نفس الكلام مستر اجوشتي بوش، اللحظات دي هي اللي بتعمل مكسب. معلش سيبوا لنا الصوره يا جماعه، اللحظات المديرين الفنيين فيها كل واحد بيختلي بنفسه في ارض الملعب وبيفكر. تالي يا كابتن طاهر حضرتك شفت الحاجات دي كتير واشتغلت كتير. انا ده يعني الواحد ما تتخيلش خلال الماتش الواحد بيبقى اعصابه على اعصابه قد ايه، وساعات يعني بيعرض عليك انك تقدر تواجه الجمهور ازاي او تواجه الاداره ازاي. ده طبعا ربنا يكون في عون اي مدير فني، لان زي ما قلنا ان هو بيبقى المسؤول الاول والاخير عن اختياراته وعن جهازه قراراته في الملعب، قراراته في الملعب وعن خطته والبرنامج بتاعه كل الحاجات دي. يعني فعلا ربنا يكون في عونه. ليله عدت جميله يا كابتن طاهر، وبشكرك ونورتني وشرفتنا يا كابتن طاهر، والف مليون مبروك دايما، وشكم حلو علينا. ووشك حلو علينا دايما ان شاء الله. بقى يبقى موسم ان شاء الله زي الفل تاريخي باذن الله. واحب اشكر كابتن سلعاوي وكابتن خالد وكابتن كريم.